وللمزيد ينضم إلي من تونس مراسلنا خليل كلاعي. إذن خليل، إقبال يوصف بأنه ضعيف حتى ساعات ربما سابقة من هذا اليوم، هل من تحديث على آخر نسب الإقبال من قبل الجمعيات الخاصة التي تراقب هذه العملية الانتخابية؟ ظاهر آخر تحديث هو التحديث الذي قدمته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات منذ قليل، 7.19% هي نسبة الإقبال على الانتخابات في هذا الدور الأول، ما يعادل تقريبا 650 ألف شخص شاركوا في الاقتراع إلى حدود الساعة الثالثة بعد الزوال بالتوقيت المحلي، من سجل انتخابي إجماله 9,136,000 صوت. إذن 7.19%. عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المصري لم يجد من بد من وصف هذه النسبة بالمتوسطة. بعض المتابعين يقولون أنه تجنب أن يقول ضعيفة، ربما لأنه عضو هيئة محمول عليه التحفظ في استعمال بعض التوصيفات، لكن من الواضح أن هذه النسبة التي إلى حدود الساعة الثالثة بعد الزوال لم تتخطى 8%، من الواضح أنها نسبة متدنية جدا على الأقل بما سجلناه خلال الاستفتاء الدائر منذ 3 أشهر في 25 من يوليو الفارط، أكثر قليلا كانت نسبة المشاركة في هذا التوقيت الساعة الثالثة بعد الزوال أكبر من النسبة المعلن عنها اليوم بالنسبة للانتخابات التشريعية في دورها الأول بكثير. زاهر، من الواضح أنه اليوم في هذا السياق الانتخابي وفي هذا اليوم الانتخابي نحن لا نتحدث عن خروقات محتملة لسلامة إجراءات الاقتراع، لا نتحدث عن سلامة العملية الانتخابية، لا نتحدث عن نتائج محتملة، لا نتحدث عن فائزين محتملين. كل التركيز الآن في المتابعة وفي النقد الإعلامي وفي تحليل المتابعين وفي التفاعل على وسائل التواصل الاجتماعي، كل التركيز منصب على نسب المشاركة. من الواضح أنه بناء هذا المسار الانتخابي، بناء هذه العملية الانتخابية من الأول كان يتوفر على ثغرات، على هنات، ومن الواضح أن المقاطعة السياسية الواسعة تماما وهو ما أود أن أسألك أكثر عنها الخليل لو سمحت لي، يعني بعيدا عن الجوانب التقنية الخاصة بالانتخابات والنسب والخروقات إن وجدت، يعني كيف انعكست دعوات المقاطعة فعليا على الشارع؟ هل الشارع قاطع هذه الانتخابات كما تشير على الأقل النسب المتدنية حتى الآن استجابة لهذه الدعوات، أم أن هنالك حالة تململ يعني اقتصادي وسياسي منعت الناخبين للذهاب نحو الصناديق اليوم؟ ساهر، ما شاهدناه في الشارع يجيب عن هذا السؤال. الحملات الانتخابية في كل الاستحقاقات الانتخابية التي شهدتها تونس في السنوات التي أعقبت الثورة تميزت بديناميكية لافتة واستثنائية، تميزت بحركية كبيرة. المهرجانات الخطبية، الحملات الدعائية، التواصل المباشر بين الأحزاب والمواطنين وزيارات الأحزاب للمواطنين في قراهم وفي معتمدياتهم وفي بلداتهم الصغيرة وفي بيوتهم حتى من خلال عملية التواصل المباشر اللصيق بالمواطنين في الحملات الانتخابية التي شاهدناها في الاستحقاقات التي سبقت 25 من يوليو في العام 2021. كل هذه الحركية، كل هذه الديناميكية، كل هذا التنوع وهذا النقاش المجتمعي الذي كان يسبق ويتلو كل محطة انتخابية سواء انتخابات رئاسية أو تشريعية أو بلدية أو غيرها، كل هذا لم نلاحظه في هذه الانتخابات. كل هذا التنوع وكل هذه الديناميكية كانت غائبة خلال هذه الحملة، وهو ما حدا بعدد ليس بالقليل من المتابعين إلى القول بأنه هذه الحملة الانتخابية كانت باهتة وباردة، لم نلحظ تلك الحركية في الشارع وذلك الزخم الانتخابي وهذا النقاش المجتمعي الذي عاهدناه سابقا. هذا أولا، وثانيا المقاطعة السياسية التي دعت لها الأحزاب السياسية، جل الطيف الحزبي تقريبا باستثناء ثلاث أحزاب، هي أحزاب مقربة من الرئيس قيس سعيد وهي أحزاب لا تتمتع بقدر كبير من الجماهيرية، أيدت مسار الرئيس ودعت للمشاركة في الانتخابات. ما عدا ذلك كل الطيف الحزبي
والسياسي في البلاد دعا إلى مقاطعة الانتخابات وجدد الدعوة في الحقيقة، جدد الدعوة إلى مقاطعة الانتخابات في مناسبتين أو ثلاث، إما جبهة الخلاص الوطني أو خماسي الأحزاب الديمقراطية، حزب أفاق تونس، التيار الجمهوري أو الحزب الحر الدستوري. كل هذه الأحزاب دعت ناخبيها ودعت عموم التونسيين أو دعت أنصارها ودعت عموم التونسيين إلى أن يقاطعوا هذا المسار الانتخابي. من الواضح زاهر أن هذه الدعوات والمناخ الاجتماعي والاقتصادي المحتقن جدا في البلاد وما برد ارتباكا حكوميا في التعاطي مع مختلف الأزمات المعيشية، من الواضح جدا أنه ألقى بظلال وظلال ثقيل على هذا المسار الانتخابي، ألقى بظلال كانت واضحة اليوم في مراكز ومكاتب الاقتراع. غابت الصفوف الطويلة، غابت الطوابير، غاب الاكتظاظ، وكانت المراكز شبه خاوية. وكما عينا تعليقات وتفاعلات على وسائل التواصل الاجتماعي فإنه خواء المراكز الانتخابية كان محل تندر ونكات وتعليقات كثيرة على وسائل التواصل. خليل كلاي مراسلنا من تونس، شكرا جزيلا لك.